هلا والله. ما افهم ايش قاعد تقول. وش تبي؟ ما اعرف لا لغه صم ولا بكم. دور دور احد غيري، دور احد غيري. مويه برض روق على الصبح، ترى اقسم بالله ورايا اشغال كثيره. وش تبي؟ اخلص. كان واضح انتباه الناس. ما افهم والله، ما افهم ايش قاعد تقول. دور دور على الثاني، انا ماني فاضي لك. انا ما افهم، تراني مستلم من الصبح، ماني فاضي لك. طقطق انت وطقطق. مويه راح دور مويه. انا ما افهم ايش قاعد تقول. وش يا اخي انت بروق على الصبح. اصم اصم. ما افهم ايش قاعد تقول. اصم ولا ما غير اصم؟ انا ايش دخلني؟ اصم ولا ما غير اصم؟ انا ايش دخلني؟ طيب معلش كوني انسان لطيف. بتروح انت ولا كيف؟ ايش قاعد تقول ذا من الصبح؟ انا ما افهم. ايش بدك؟ ايش بدك؟ مويه مويه. انت عايز ايه طيب؟ هو عايز ايه؟ ما ادري انا، فهمه ايش قاعد يقول. عايز ايه؟ عايز ايه؟ مويه. ها يا اخي راح دور احد غيري. يا شيخ فارقني، راح فارقني فارقني بس. ناقصك انا على الصبح. ما افهم ايش قاعد تقول، ما افهم ايش قاعد تقول. يا شيخ رح رح رح. ماني فاضي انا على الصبح مروق. انا تعب. يا اخوي دور واحد غير يا ابوي، بس سوالفي. الرحمه افعال. ايش فيك؟ ايش قاعد تقول؟ طيب الرجال ما يقدر يتكلم. ليش تقول؟ هدا صار، ما تشوف ايش؟ ما يتكلم، ما تقدر يطقطق عليك. زين انت رجال مكان عمل. ما يسمع، خلاص توكل توكل. أنا ما درست لغة إشارة عشان أجي أفهمك. أنت بتروح ولا كيف؟ يا رجل روح. روح روح بسرعة. حصل خير، حصل خير. حرام عليك، حرام عليك. وش يا رجال؟ ما بصير تعمل معه، ما بصير تعمل معه. يا رجال رح طقطق بعيد، رح 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 طقطق بعيد، رح. أراها قافلة من الصبح. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. ايش انا مسوي شيء غلط؟ ما افهم. ما افهم ايش قاعد يقول. اقسم بالله انا اشتكي عليك. اقسم بالله انا اشتكي عليك. وين الاداره تبعتك هاي؟ ما بصير الحكي هذا. شغلتك كنت تهزئ الناس. شنو ايش عندك؟ شنو ايش عندك؟ شنو ايش فيك؟ كنت ايش فيك انت؟ محلي محلي طيب، محلي محلي. صل على النبي وامشي. صل على النبي وامشي. عبد الله صل على النبي وامشي. صل على النبي. دقيقه يا رجال، لا ترفع صوت. دقيقه اسمع، ما تبغى تشتغل محلي هنا يا شيخ. جاي طقطق علينا. وين مديرك؟ وين الامن؟ وين مديرك؟ هذا جاي طقطق يا حبيبي. وين الامن اللي هنا؟ اخدم ما اخدم البشاره. انا يا اخي ما اخدم بشاره، انت جاي تخدم هنا وجاي تنسين الناس. انا كلمته قلت له ما تشبه ما يسمع. ما تشبه ما يسمع. قصر حسك، اسمع قصر حسك. ما تسوي كذا، ما تسوي كذا. وهنا كان لازم ندخل. يعطيك العافية، سامحنا حبيبي. تعال حضن أول، حضن على موقفك النبيل هذا. يا أخي أنا قاهرني إن الرجال شوي قاعد يدفى وأنا ما قاعد أفهم. طيب أنت ما تفهم، ما تدفى، ما لك حق إنك تدفى. ما شاء الله عليك، أنت بادرت بقوة يعني في دمبي. يعني مشهد إحنا نبغى نفهم نقول يعني الرجال يبغى يعتذر لك، لأنه أنا شفت إنه كان يبغى يعتذر له، يعني يبغى يمسك يده يعتذر له وعيه. يعني هذا اللي يعني خلاني أتحمس زيادة. هذول يعني لحن لازم نخدمه. صحيح. صح؟ ونطلع عليهم ندير بالنا عليهم يعني. بالضبط. بشوف مسلم يسوي المسلم كذا، وأنا مثلا لو كنت يهودي ولا بوذي ولا أي شيء بقول ما أبغى الإسلام ما دام كذا تعاملهم مع المسلمين. يعني لو في مثلا ناس أو حاجة نفس الموقف هذا اللي صار، يعني جميع الناس راح يعني ردة فعلها راح تكون مشابهة لنا وأكثر بعد. هذا الشيء ما يكون إلا بكل احترام وأدب، حتى لو إنه يجتهد احتياجات خاصة أو غيرها.